السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم بعنوان ما هي الطاقة المائية؟ الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء له العديد من الاستخدامات المختلفة. في درس اليوم هنتعرف على كيفية الحصول على الطاقة من الماء. فالماء يعتبر وسيلة للحصول على الطاقة الكهربائية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم. الله جعل من الماء كل شيء حي، وبدأ الإنسان في استخدام الماء لتوليد الطاقة الكهربائية كما سنرى في حصة اليوم. ماء 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 يملأ الأركان في كل مكان، يغسلنا ويروينا، وفي بيوتنا نستخدمها كما يحلو لنا، نغتسل بالماء في الحوض بالحمام، نغسل الأرض بعد الاستحمام. النهر من ماء وللماء حذاء، الماء ضد النار صديق الاخضرار، تبحر في نهر أو في البحار، تطفو فوق الماء مثل قطان بحار، بالماء نسقي نباتا وحيوان، وإن برد الماء يتثلج في ثوان. من غير الماء تستحيل الحياة، لذا نشكر الله على المياه. الماء هبة بدونها نضيع، فلنحافظ عليها لتكفي الجميع. للماء أهمية كبرى في حياة الإنسان وجميع الكائنات الحية، فتعرفنا من خلال هذا الفيديو العديد من الاستخدامات المهمة للماء. الله سبحانه وتعالى أنزل الماء على هذه الأرض لكي تحيا الكائنات الحية وتستمر الحياة على سطح الأرض. الماء نعمة من نعم الله الضرورية لكل الكائنات الحية، لذلك يجب على الإنسان أن يحافظ عليها بعدم الإسراف أو إهدار استخدام الماء. هنتعلم اليوم أن الماء يمكن استخدامه في إضاءة هذا المصباح، أي الحصول على الطاقة الكهربائية. هذا الشكل يعبر عن التوربين. هذا التوربين هو الذي يستخدم في دوران الماء لتوليد الطاقة الكهربائية. فالتوربين يعني الجسم الذي يدور، عبارة عن جهاز مصنوع من الصلب ذو جزء دوار بيديره مواد مختلفة. فالتوربين يغير الطاقة إلى نوع خاص من الطاقة الحركية، وهي طاقة الدوران التي تستخدم في تحريك الآلات. عند البحث عن مصادر معلومات مختلفة عن الطرق التي تدير التوربينات لتوليد الكهرباء، وجدنا أن الطواحين الهوائية أحد هذه المصادر. في عصرنا الحالي تستخدم الطاقة المائية لتوليد الكهرباء، وتعتمد على ضغط المياه الكبير الذي ينتج من الفرق في الارتفاع بين سطح المياه ومصبها، وكلما ازداد الارتفاع ازداد ضغط المياه. تعتمد معظم محطات توليد الطاقة المائية على سد يحبس المياه فينتج خزانا ضخما أو بحيرة اصطناعية، ويعتبر موقع السد بالغ الأهمية، إذ على الخصائص التوبوغرافية الطبيعية أن تدعم الارتفاع الكبير في مستوى المياه في الخزان.
عندما تفتح بوابات السد تتدفق المياه عبر أنبوب يقودها إلى التوربين، ولأن النفق يضيق تدريجياً تكتسب المياه ضغطاً إضافياً أثناء تدفقها. تصل المياه إلى التوربين وضغطها مرتفع، فتدور الشفرات المرتبطة بمحرك فوقها. وعندما يدور محور المحرك تقوم مجموعة من القطع المغناطيسية بالاستدارة مقابل وشائع نحاسية، ما ينتج تياراً كهربائياً متردداً. ومن ثم تعود المياه المستعملة إلى البحيرة عبر أنابيب. تستفيد محطة توليد الطاقة تحت الأرض من الفرق الطبيعي والكبير في الارتفاع بين جسمين مائيين مثل شلال أو بحيرة جبلية. يصمم نفق تحت الأرض ليحمل المياه من الخزان المرتفع إلى منطقة التوليد الواقعة في مغارة تحت الأرض قرب النقطة الأكثر انخفاضاً في النفق. إن الضخ والتخزين وسيلة لحفظ المياه بشكل احتياطي لحين بلوغ الطلب على الطاقة ذروته، ويحصل ذلك من خلال إعادة ضخ المياه التي تكون قد تدفقت عبر التوربين إلى بركة تخزين فوق محطة التوليد عندما يكون الطلب على الطاقة منخفضاً، أي في منتصف الليل مثلاً. يسمح بعدئذ للمياه بالتدفق عبر التوربين حين يرتفع الطلب ويرتفع الضغط على النظام. وتنتج محطات توليد الطاقة المائية حوالي 24% من الكهرباء في العالم، وتؤمن حاجات مليار شخص من الكهرباء. صحيح أن هذا النظام ينطوي على بعض السلبيات المهمة، ومنها تدمير مناطق طبيعية واسعة بسبب إغراقها وراء السدود، إلا أن استخدام الطاقة المائية يمنع احتراق 22 مليار برميل من النفط أو 120 مليون طن من الفحم سنوياً، وتعتبر الطاقة المائية من أكثر مصادر الطاقة استدامة. الطاقة المائية من أكثر مصادر الطاقة استدامة، فهي تولد حوالي 24% من الكهرباء التي يستخدمها الناس في أنحاء العالم. بعد مشاهدة هذا الفيلم مطلوبة الإجابة على هذه الأسئلة: كيف تم تحويل طاقة الوضع للماء إلى طاقة حركية تولد الكهرباء؟ طبعا من خلال حركة التوربين. حركة التوربين تحول طاقة الوضع للماء إلى طاقة حركية، هذه الطاقة الحركية تولد الكهرباء. الإنسان يستخدم السدود للاحتفاظ بالماء وتخزينه، أيضا يستخدم السدود في توليد الطاقة. السد المائي من أكبر المنشآت المائية التي ينفذها الإنسان على الأنهار، فالسدود تقام على الأنهار الدائمة الجريان، يعني فيها ماء جاري بصورة مستمرة ودائمة، أو على الوديان الموسمية من أجل تخزين الماء ثم استخدام طاقة الماء لتدوير آلة تسمى التوربين كما تعرفنا عليها. هذه الآلة تشبه المروحة، متصلة بمولد كهربائي قادر على تحويلها إلى الكهرباء. هنكتشف كيف يدور التوربين من خلال استخدام القنينة البلاستيكية ذات النافذة. هندخل طرفي المصاص عبر الثقبين الواقعين عند جانبي نافذة القنينة، نضع فوهة القنينة تحت حنفية ماء جاري ونراقب ماذا يحدث. سقوط الماء على شفرات الدولاب، تتحرك شفرات الدولاب عند سقوط الماء عليها، وعند استمرار تدفق الماء على شفرات الدولاب تستمر أيضا حركة شفرات الدولاب، وعند زيادة سرعة تدفق الماء تزداد سرعة حركة شفرات الدولاب. في النشاط الثالث هنتعرف على خطوات توليد الكهرباء من طاقة الماء. عرفنا أن في طاقة تسمى الطاقة المائية يمكن من خلالها الحصول على الكهرباء. يتم هذا من خلال بعض الخطوات. الخطوة الأولى بتستغل طاقة الوضع المختزنة في مياه الأنهار، طبعا مياه الأنهار مياه جارية. الخطوة الثانية يحجز الماء في خزان ضخم خلف السدود.
يليها يسقط الماء على التوربين، ثم يدور التوربين، ودوران التوربين يدير مولد الكهرباء، وبالتالي نحصل على الكهرباء من خلال هذه الخطوات. في الأسئلة التقويمية بنيت ثلاثة سدود على ارتفاعات مختلفة. ينزل الماء المختزن من تلك الارتفاعات، الارتفاع الأول والثاني والثالث، في أي شكل يمتلك الماء الساقط طاقة حرق أكبر من خلال الأشكال الثلاثة؟ فالماء الساقط يمتلك أكبر طاقة حركية في الشكل رقم واحد بسبب هذا الارتفاع. أين يبني الإنسان السدود المائية؟ في أي مكان يبني الإنسان هذه السدود للحصول على الكهرباء؟ هناك مشكلة تواجه الإنسان وهي المياه الجارية، فكيف يمكن حل هذه المشكلة؟ طبعا هذه المشكلة حلها هو بناء السدود المائية. يتم بناء السدود لاختزان هذه المياه والاستفادة منها في توليد الكهرباء. من خلال هذا النشاط تعرفنا على كيف يدور التوربين، وكيف أن الماء الجاري يمكن الاستفادة منه بصورة كبيرة في توليد الكهرباء. فهذه الصور توضح مجرى للماء الجاري، بيكون له مجاري يمشي فيها، وبالتالي يمكن بناء السدود في هذه المجاري، بس يشترط أن يكون هناك ماء جاري. في النشاط الثاني حدد الموقع الأفضل لبناء السد على الرسم التخطيط التالي للنهر. طبعا يتم بناء السدود في مجاري الأنهار، مجاري أنهار طبيعية بنتم بناء السدود بهدف حجز الماء واستخدامه في أوقات الحاجة. هل بالإمكان بناء سد مائي في الكويت؟ ولماذا؟ بالطبع لا. لا يوجد مصدر للمياه الجارية، يتم بناء السدود في مجاري المياه الجارية.